الحضور الكريم، يسعدني الآن أن أدعو سعادة الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا، رئيس المنتدى والمعرض، ليلقي كلمة مؤسسة زايد الدولية للبيئة المضيفة للحدث، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعاً. سيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفظكم الله، الملكة نور الحسين ضيفة الشرف في المؤتمر، سيدي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جميل حقيقة، يعني في تعاون مع التعاون فيما بين الجنوب الجنوب من قبل عدة سنوات في حوار مستمر أن نستضيف مثل هذا المؤتمر العالمي. نعرف أن في كفة واحدة الجنوب وفي الكفة الأخرى الشمال، ولكن ما بينهما هناك رابط يدشن مسيرة لصالح الإنسانية أينما وجدت. هذه الريادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. نشكر مكتب التعاون في الأمم المتحدة أن مشينا معاهم ونسقنا معاهم مع زميلتي حقيقة الدكتورة مشكان العور التي بذلت جهدا مشرفا ومضنيا أن نصيغ مصفوفة مستلزمات التنمية في القرن أو في نصف القرن 21 بما سطره سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد آل مكتوم من مبادرات تنتشر اليوم في أكثر من 160 دولة، ملايين بل بلايين من البشر يستفيدون من هذه المبادرات في مجال الصحة، في التعليم، في المياه الصالحة للشرب، في التنمية الزراعية، في التنمية الاقتصادية، في الاقتصاد الأخضر، وعد لا نهائي. فلذلك المؤتمر بني على هذا الأساس. اليوم نحن لا يخفى على القاصي ولا الداني ما يمر به العالم الثالث عموما من مشكلات اجتماعية ومن حروب طاحنة ومن نقص في الزراعة ونقص في نقل التقنيات والفقر المدقع وخلافه. التعاون فيما بين الجنوب الجنوب يجب أن يتم كذلك مباركة الشمال. بدون مباركة الشمال المتطور تقنيا لن يستطيع الجنوب أن نأخذ بيده. اليوم نشهد الهجرات الغير المشروعة، وطبعا هاي نتيجة طبيعية للتفاوت الدخلي والتفاوت في التقدم والتفاوت في التقنيات وفي مستويات المعيشة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة، ولكن كم المآسي. وسوف تظل هذه الهجرات الغير المشروعة إلى أن نوجد توافق وتقارب في المستوى بين الشمال والجنوب. اليوم الاقتصاديين خذوا فكر السياسيين فبطروا الاقتصاد عن الإنجن أن يعمل، لأنهم رسخوا مبادئهم وفقا للسياسة بالإمكانيات المتاحة والشركات العابرة، ولكن نسوا مبدأ مهم ما نسطره في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أساس التنمية هو القيادة. فنحن اليوم سعداء حقيقة سيدي راعي الحفل بمباركة دولة الإمارات العربية المتحدة على عقد هذا المؤتمر، لأن بالفعل يمثل للحضور الكريم
وللعالم أجمع، حتى نحن مجتمعنا مجتمع زايد وراشد، مجتمع خليفة محمد بن راشد، يعني استقطابنا للجاليات من مختلف العالم يشهدوا ويساهموا ويبنوا في النهضة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون هناك تأثير مزدوج ينعكس على هذه الوفود من الفنيين والعاملين والخبراء في عودتهم إلى أوطانهم. فلذلك نحن نخلق نموذج كذلك تنمية مرتدة إلى بلاد الجنوب. آلاف المبادرات سنوياً تدشنها مبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كما ذكر معالي وزير التغير المناخي والبيئة، منذ عشرات السنوات، وقبله مبادرات المؤسسين. هذه التجربة جديرة بأن تسطر حقيقة بمعالم في مختلف دول الجنوب. من ناحية أخرى كذلك نسعى أن نوجد نوع من التكامل بين أقطار الجنوب، لا التنافس، التكامل في الموارد والتكامل في الصناعات والتكامل في التبادل التجاري والتكامل في السياحة والتكامل في التجارة. التنافس قاتل لمن ينهض من التنمية، ولكن التكامل هو البناء. وهذه هي أفكار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أعرج أخيراً إلى مؤسسة زايد الدولية للبيئة رسالة محبة وسلام أراد بها سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة راعي الجائزة، تحمل إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه للإنسانية جمعاء، من أقصى الأرض في غربها إلى أقصى الشرق. نقدم أن دولة الإمارات قيادة وشعبا تسعى إلى ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والتوافق بين البشر. أتمنى حقيقة سيدي راعي الحفل بتشريفكم لهذا المؤتمر أن الحضور يصدرون بروتوكولا تعاونيا. المشاكل معروفة، ولكن نسعى أن نوجد مباشرة في الحلول الملموسة، واضعين نصب عيننا أن هناك قادة يدعمون هذه المسيرة، وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.